عادة النادي الأهلي الحقيقة الفوز في الدقائق الأخيرة. بالتأكيد يا كابتن إسلام، يعني أنا رجع لك طبعا دلوقتي في الاستوديو التحليلي، وفي خلال دقائق بسيطة ماشي. جدا هنرجع تاني يكون معانا الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي. تمام. برضو كابتن أسامة، يعني المباراة دي لما تيجي تتفرج عليها أضعنا فرص كتيرة جدا طوال المباراة. نادي سموحة الحقيقة بيلعب مباراة دفاعية طبعا نظرا للموقف اللي هو فيه، وبالمناسبة احنا عارفين ان الأهداف اللي بتيجي في الدقائق الأخيرة دي بتوجع جدا وبتخلي الناس تجيب القلب. بتجيب القلب للناس. انا عارف والله، لكن كل حاجة. لكن هنعمل ايه طيب يا جماعة؟ جوه الملعب. جوه طب هنعمل ايه؟ الكرة لسه في الملعب واحنا بنلعب، واحنا جوه الملعب احنا ما بنلعبش بره الملعب، احنا بنلعب دايما واحنا جوه الملعب. عشان كده انا ببقى عارف ان الـ 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 الاهداف دي بتوجع الناس شويه، لكن مفيش مشكله يا جماعه، خلينا نلعب جوه الملعب بس زي ما الكابتن طارق سليمان قال. خلينا نروح للكابتن محمد يوسف برضه ونشوف